اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه زي ما احنا هلا عمالنا بنعمل بس خبرنا عنه، احنا ان شاء الله نوصل له نعمل لك عنه فيديو مميز. زي ما انتم شايفين انا ماشي من الدوار السابع طالع باتجاه السادس والخامس والرابع لحتى اوصل لحتى الدوار الثالث، وراح انزل باتجاه حي المهاجرين. حي المهاجرين طلبوا مني الاخ ادهم المصري، طلب مني اني اصور هذا الحي، الظاهر له ذكريات جميله فيه. ان شاء الله انا جيت قبل مره عشان اصوره بس صار معي مشكله، يعني انا وصلته عشان اصوره ما عرفتش كيف بدي ادخل له، المشكله اغلبيه الطرق تبعته مسكره. ان شاء الله اليوم اتوفق والاقي اي شارع بنزلني على هذا الحي. هلا بترككم مع الطريق وان شاء الله بنكمل بعد ما نوصل الحي. Thank you.
علي القمر رشي القلب زهري إيمانا وشهادة أكبر واشتم يا رمح عربي القمر رشي القلب زهري إيمانا وشهادة أكبر واشتم. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. زي ما شفتوا تعدينا الدوار السابع والسادس والخامس والرابع، وهذا هو الدوار الثالث. أنا حطلع من الدوار الثالث على اليمين عشان إخواننا اللي مسافرين من زمان يعرفوا كيف مسارنا. حطلع هلا على اليمين باتجاه الهلال الأحمر اللي هو تبع أو بنك الدم، ومنه طبعا أنا صورت المنطقة اليسار هاي اللي فيها مستشفى عاقلة اللي هو هي قدامنا، صورت لكم اياه فيديو لحاله مخصص. بتذكر كان طالبه مني الاخ رمزي زنانيري. هذا هو النزول المشهور اللي هو بسموه نزول المهاجرين او نزول راس العين. زي ما انتم شايفين هذا هو. انا هلا المهاجرين بصير قدامنا على ايدنا اليمين. انا ان شاء الله اول دخلة راح الاقيها، لانه انا جيت قبل هالمرة من تحت وصورت، بس للأسف يعني كل ما طلعة الاقيها مسكرة، فأجلت التصوير ليوم ثاني. وهين رجعت من الدخلات اللي فوق، ان شاء الله الاقي دخله بس مفتوحه، لانه اكيد في دخلات عشان الناس تنزل، اكيد لازم يكون في دخلات. طبعا بنك الدم على اليمين من هون للي ما بيعرفه، هي مكتوب بنك دم غرب عمان. هلا بدنا نشوف لنا اي نزله على اليمين عشان ننزل على منطقه المهاجرين. هذه اللي على يميننا هلا كلها هي بسموها منطقه المهاجرين. خلينا بس نشوف دخله اللي ننزل منها لحتى نقدر نصور المنطقه، لانه من تحت انا لقيتها كثير صعبة، كل ما بدي ادخل ما يعني ما الاقي شارع نافذ. فهي شارع، هي شارع ولا مش شارع؟ لا والله مو شارع. طلع خلينا نشوف لقدام. انا بتذكر كان في شارع هون، انا بتذكر نزلت مرة شارع. هي شارع ممتاز. خلينا ننزل جوا ونعمل جولتنا فيه. طبعا ليش سموه المهاجرين؟ سموه المهاجرين نسبة لاخواننا الشركس. اخواننا الشركس على فكرة هم اللي رجعوا أحيوا عمان من جديد. عمان بعد الزلازل اللي ضربتها وضربت منطقة بلاد الشام هجرها أهلها لفترة، وإجوا المهاجرين إخواننا المهاجرين في نهاية القرن الثامن عشر. إخواننا المهاجرين الشركس إجوا وسكنوا منطقة وسط البلد وسكنوا منطقة الشابسغ. الشابسغ اللي ما بيعرف هي عائلة شركسية عريقة من العائلات إخواننا الشركس اللي سكنوا هاي المناطق. طبعا هذا أسسوه إخواننا الشركة زي ما قلت لكم بعد ما عملوا حي. خليني اطلع لدغري لانه هون في دخلة على اليسار، مدرسة المهاجرين الاساسية المختلطة هاي على يسارنا. بعد ما اسسوا حي الشابسغ وحي القبرطاي اسسوا حي المهاجرين. طبعا كانت بتوقع الدفعة الثانية والثالثة اجوا على هذا الحي فسموهم المهاجرين. طبعا هاجروا من بلادهم لهي المنطقة بعد اتفاقية بين الدولة العثمانية وال روسيا القيصرية، كان بينهم حروب ومعارك في ذاك الوقت، فهاجر اخواننا الشركس هربا من هاي الحروب بعد اتفاقية مع الدولة العثمانية ويجوا على هاي المناطق. طبعا ما شاء الله اليوم اخواننا الشركس واخواننا الشيشان عملوا كثير لهاي البلد وصاروا من مؤسسي البلد الاصليين، وعندهم دماء كثير قوي لبلدهم الاردن، كثير كثير قوي. يعني انا بعرف كثير إلنا من إخواننا الشركس والشيشان بيحبوا البلد بطريقة جنونية صراحة. طبعا تأسس هذا الحي سنة 1903، تخيلوا ألف يعني قبل تأسس إمارة شرق الأردن هذا الحي كان متأسس. أشهر الشخصيات اللي سكنت هذا الحي اللي هم الممثل داود جلاجل الله يرحمه، مات من فترة بسيطة بتوقع قبل يومين ثلاث الله يرحمه. هذا الشارع شكله مسكر، شكله مسكر والله شارع. انا هذا هو اللي بحبوش في هاي المناطق، لانه انا جيت المرة الماضية لقيته كله من تحت مسكر. انا حلف واشوف، يعني انا حلف شكله في شارع. طبعا ومطربنا المشهور كثير بعرفش اذا توفى، اذا توفى الله يرحمه، اذا بعده عايش الله يطول في عمره، اللي هو المطرب اسماعيل خضر والمطرب محمد وهيب. هذا الظاهر بنزل على بيت هيك الظاهر، يعني انا مش عارف كيف ماشي. الظاهر بيت، لا مسكر ما فيش مجال اني ادخل، لازم الف وارجع.
زي ما شفته طلع الشارع مسكر، اجرب الشارع اللي قباله، لانه انا بعرف الحي هذا كله يعني، لانه قديم اقدم احياء عمان، فصعب جدا يكون في شوارع نافذه يعني للاسف. طبعا انا قرات عنه معلومه برضو غريبه، انه المطربه طروب اللي كانت زوجة المطرب محمد جمال كانت تيجي تزور اهلها هون، كان في لها اهل ساكنين في حي المهاجرين في عمان. يعني شوفوا ما شاء الله حتى بقالات موجوده عندهم. شوف الطله ما اجملها كيف بطل على اليسار، هلا هون طال لنا على شارع المهاجرين اللي تحت اللي بنزع راس العين، بتوقع هذا برضه مسكر، بتوقع هذا الشارع كمان مسكر، يعني ما فيش دخلات غير اني اطلع له من محل مجيد. لا ما في شارع، خليني الف وارجع مره ثانيه، ما في شارع، يعني حتى الناس بتطلعوا في باستغراب لانه هم بيعرفوا اكثر مني، واكيد كل الجيران هون بتعرف بعضها. خلينا نلف ونطلع. يعني برضو نفس المشكلة، يعني ما فيش ساين قدام انه الشارع مسكر. هاي الرجال عم بحاول يساعدني، يعني شوف السلالم هاي بسموها سلالم، الناس بتطلع منها عشان تطلع على الاحياء اللي فوق. نرجع من شارعنا مرة ثانية، يعني كويس هيك بتبين معنا جزء من جبل الأخضر. هذا على يمين الجبل الأخضر، قدامنا بضلك نكمل على راس العين. يعني شوفوا كيف الشوارع صعبة جدا، صغيرة ضيقة، كان المفروض انه ينعمل لها تخطيط ثاني، يعني لازم تتخطط. اوكي قديمة، خططوها من جديد يا أمانة عمان، خلي الشوارع تكون واصلة بعضها، يعني شوارع كثير صغيرة بالأخير بتلاقيها مسكرة، حتى ساين انها مسكرة مش موجود. مسجد الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. شوفوا الطل هون قدامنا جبل عمان، هذا اللي مبين الاوتيل اللي فوق، هذا على الدوار الثاني موجود. يعني شوفوا كيف مناطق قريبة من بعضها في منطقة عمان. بعرفش هذا الشارع اللي انا جيت منه، بعرفش انا حطلع فيه طلعة من هون ولا لا، خلينا نشوف ان شاء الله يكون في طلعة من هون. يعني برضه شوف يعني بساطة الشارع، شوفوا قديش كمية الشجر الموجودة في البيوت، يعني تين على يميني تين لقدامي بعدها توتة، يعني ما شاء الله هون حتى لو كان الحي متر بمتر لازم تلاقي. شوفوا كيف كوير الزرع اللي على الباب بالبيت، فيش عنده مساحة يعمل جنينة، جاب الكوار اللي احنا بنسميه كوار اللي هو الحوض تبع الورود وحطه فيه ورود، يعني ولا يفلس، لازم يحط ورد باب بيته. يعني ما شاء الله هذه من الصفات الجميلة جدا الموجودة في أهل الأردن، يعني بيحبوا الورود وبيحبوا النباتات بشكل كبير جدا، حتى البس بتظلل تحت البيك اب. لأنه على فكرة الدنيا مش كثير حر، يعني الجو جميل بهاليومين تحسن كثير، هذا بشجعني إن شاء الله بلكي نزلت الأسبوع الجاي صورت كل الطلبات، صار عندي كثير طلبات للزرقة، كثير كثير طلبات للزرقة، فإن شاء الله مجمعهم أنا ومجهزهم، بس كنت أستنى بالجو يتغير شوي لحتى اقدر اصور في منطقه الزرقاء. انكم بتعرفوا الزرقاء والمفرقه اذا اصور الثنتين، فبتعرفوا الجو كثير احمى بكثير من عمان، وانا بلفلف تقريبا ساعتين ثلاث ممكن اربع ساعات وانا عمالي بلف عشان اصور، فكثير صعب علي بتكون. لهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد ومع الف سلامه.